السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. معي أنا أخصائية التغذية العلاجية آية رشاد فودة من مجموعة الوتن الدولية في المحاضرة الرابعة لتخطيط الأنظمة الغذائية. بالمحاضرة السابقة تحدثنا عن الأساسيات، كيف نحسب نحن السعرات الحرارية، وتعلمنا كيف السعرات الحرارية نحولها لكربوهيدرات لبروتين ولفات. اليوم رح نكمل بهذا الموضوع ونعرف كيف هاي الأرقام يلي اشتغلناها كيف بدنا نحولها لحصص غذائية وكيف بدنا نسقطها على الطعام. يعني كيف هاي الأرقام يلي شفناها هلأ بدنا نبلش نوزعها على إنها تصير كربوهيدرات، نشويات، فات، المجموعات الغذائية يلي حكينا عنها. هذا كله إن شاء الله رح نغطيه في هاي المحاضرة. يلا نبدأ. طيب أول شيء عم يحكي لنا هنا food exchange list. اليوم رح نحكي عن ال food exchange list. شو يعني food exchange list؟ اللي هي معناها قوائم الطعام أو قوائم التبادل الأساسي في نظام تخطيط الأغذية. The exchange list are the best of the main planning system designed by the community of the American Diabetes Associations and American Dietetic Associations. شو يعني؟ بحكي لنا إنه قوائم تبادل الطعام الأساسية أو نظام التخطيط، هذا النظام مين يلي أوجده أو مين يلي أسسته؟ أسسته يلي هي جمعية الأمريكان دايابيتيك أسوسيشنز، اللي هي عبارة عن لجنة تابعة للجمعية الأمريكية للسكري، وكمان جمعية الحمية الأمريكية American Dietetic Associations. إذا هذا كل شيء إحنا رح نحكي مين يلي أوجدته. أوجدته اللي هي لجنة تابعة للجمعية الأمريكية للسكري وجمعية الحمية الأمريكية. طيب Exchange List. Exchange List the reason for divided food into seven different groups is that food vary in their carbohydrate, proteins, fat, and calorie content. Each exchange list contains a food that are likely to each food choices on the list contains about the same amount of carbohydrate, proteins, fat, and calorie as there are choices on the that list. شو يعني هذا الحكي؟ بحكي لنا إنه قوائم الطعام أو تقسيم الأطعمة إنه إحنا قسمناها إلى سبع مجموعات غذائية متنوعة. ليش قسمناهم لسبع مجموعات غذائية؟ لما إجينا درسنا كل أنواع الأغذية اللي موجودة حاليا في العالم، وجدنا إنه إحنا بنقدر هاي الأغذية نصنفها على سبع مجموعات. كيف صنفناها؟ بناء على محتواها المشترك من شو؟ من الكربوهيدرات والبروتينز والفات. يعني احنا عندنا كربوهيدرات بروتينز فات، اجينا شفنا الاغذيه فلقينا انه اي نوع من الاغذيه ممكن انه نحطها من ضمن السبع مجموعات واللي بتشترك فيها هاي المجموعات بالكربوهيدرات والبروتينز والفات. ليش؟ لانه بيحكي لنا يعني لما اجينا قسمناها انه كل واحده من هاي المجموعات السبعه لما اجينا اطلعنا عليها لقينا إنه القوائم يلي بقلبها عم تشترك بالسعرات الحرارية والدهون والفات مثل بعض. كيف يعني؟ خلينا نحكي شو هي السبع مجموعات اللي قسمنا لإلها الإكستشينج ليست. بيحكي لنا أول إشي الستارش اللي هي النشويات أو الكربوهيدرات اللي حكينا عنها، الفروت أند فروتي جوس اللي هو العصير والفواكه، الميلك هي اللي عائلة الألبان أو الحليب، بعدين النون ستارشي فيجيتابلز الخضار الغير ورقية، السويت والديزرت اللي هي بتيجي تحت عائلة الأذر كربوهيدرات، الميت والميت اللي هي عبارة عن اللحوم والفات. يعني لما إجينا اطلعنا على الأغذية اللي موجودة عندنا إياها بالعالم لقينا إنه هاي الأغذية عم تتقسم لسبع أنواع من الأغذية، إلى سبع أصناف، أو قدرنا نحطها بسبع مجموعات. من وين إجت؟ إنه إجينا لما اطلعنا على كل الأغذية اللي بتحتوي على النشويات وجدنا إنه هاي الأغذية اللي بعائلة النشويات عم تشترك بنفس الكربوهيدرات، بنفس البروتين، بنفس محتواها من الفات. فجمعناهم هدول الأغذية وحطيناهم بعائلة النشويات. إجينا على الفواكه، كمان وجدنا إنه الفواكه كل أصناف الفواكه جمعناهم بعائلة
وكانت بين إما فواكه معلبة أو فواكه مجمدة أو فواكه طازج أو عصير الفواكه بضمن هذه الجروب، ووجدنا إنه هي بتشترك بنفس الكمية من الكربوهيدرات والبروتين، وهلأ حنشوف إذا فيها فات أو لأ. نان ستارشي الميلك واليوغرت اللي هو اليوغرت اللي هو اللبن والديري لايت فود والمنتجات الألبان يعني والحليب. جينا كمان لما تفحصنا هاي العائلة كل شيء فيه لبن، كل شيء فيه حليب، كل شيء فيه مثلا ما بعرف شو بتسموه، إذا أنتم بتحكوا عنه شنينة أو عيران، هي هاي اللي هو اللبن المالح اللي بيكون سائل شوية. فلما جمعناهم لقينا إنه هاي العائلة نفس الشيء بتشترك بالكربوهيدرات والفات والبروتين وأهم شيء بالكالوري كونتاكت تبعها. طب والنان ستارشي فيجيتابلز اللي هي الخضروات العائلة الغير نشوية اللي هي الخضروات الورقية، واللي حكينا إن هي من أهم العوائل اللي إحنا بنعتمد عليها خصوصاً بدايتات تنزيل الوزن. ليه؟ لأنه ما فيها سعرات حرارية، وهلأ حنشوف قديش فيها كربوهيدرات بروتينز فات، حنكتشف شو بقلب كل عائلة من العناصر الغذائية وقديه بتعطينا كالوري. الأذر كربوهيدرات أو هي السويت والديزرت اللي هم الحلويات والسكريات، ليه حكينا أذر يعني كربوهيدرات أخرى؟ لأنه بهاي العائلة رح نشوف إن المادة الغذائية أو العنصر الغذائي اللي موجود بقلبها عم يجمع من عائلتين أو من أسرتين، اللي هي أسرة الفات وأسرة الكربوهيدرات، فسميناهم اللي هو الأذر كربوهيدرات. طبعا اللحوم بكل أنواعها، هلأ حنتعرف على اللحوم سواء اللي حكينا عنها لحوم خلينا نحكي فيها متوسطة أو عالية أو قليلة الدهون، وحنشوف شو هي وقديه عم تعطينا سعرات حرارية، وآخر إشي عائلة الدهون شو هي وشو أنواعها. فهذا هلأ إن شاء الله كله راح نناقشه ونتعرف عليه واحد واحد. طيب أول إشي الستارش ليست اللي هي عائلة النشويات، مجموعة النشويات أو عائلة النشويات each item in this list contain approximately 15 grams of the carbohydrate, 3 grams of protein, punch of the fat يعني مختلفة من الفات and 18 calorie. Whole grain product averages about 2 grams of fibers per serving. شو يعني؟ بحكي لنا بعائلة النشويات هاي تحتوي هاي العائلة على أنواع مختلفة. طبعا أول شيء نحكي إنه بالستارشي ليست إحنا متفقين عائلة النشويات نقسمها لقسمين، القسم الأول اللي هو النشويات العادية، والقسم الثاني اللي هي الهولي جرينز الحبوب الحبة الكاملة، لأنه هذول بيختلفوا عن هذول بشو؟ بمحتواهم من البروتين ومحتواهم من الألياف الغذائية. طب شو يعني؟ بيحكي لنا إنه مجموعة النشويات مثلا مثل الرز، المعكرونة، الخبز والخضار والحبوب بشكل عام، شو بيحكي لنا؟ إنه in general rule، لأنه هلأ حنقسمهم، بيحكي لك نص كب of cereal, green or pasta نعتبرها حصة غذائية واحدة. One ounce of bread product هي one serving. امبارح حكينا انه عندنا الحصص الغذائية انه حصة واحدة، سيرفينج واحدة، شو يعني؟ هذا اللي حنشوفه خلال هذا الجدول. كيف يعني؟ بحكي لنا احنا في عندنا الاخباز بانواعها مثل الخبز. طب الخبز انواع، طب الباستا عندنا اياها انواع، كيف احنا بدنا نصير نميز؟ بحكي لك بشكل عام احنا رح نيجي نحكي انه الحصة الواحدة من البريد قديش رح تعطينا، او الطحين يعني اذا خبز او طحين، رح تعطينا 15 جرام من الكربوهيدرات، 3 جرامات من البروتين، جرام واحد من الفات، و80 سعرة حرارية. طيب نركز، عائلة النشويات اللي هي بتندرج تحتيها الأخباز بكل أنواعها، الخبز بكل أنواعه، شو مكان نوع الخبز؟ تمام؟ شو مكان نوع الرز؟ شو مكان نوع المعكرونة؟ شو مكانت نوع الحبوب؟ أو الحبوب يعني إحنا حنقسمها إن فيها كمان بروتين أعلى، لكن بشكل عام هدول شو بيعتبروا؟ رح يعطونا 15 جرام من الكربوهيدرات. مثلا إذا إجيت أنا أخذت أي نوع من أنواع الخبز، فرضا خلينا نحكي التوست، خبز التوست الواحد قديش ممكن إنه هون يعطينا؟ احكي لنا إنه خبز التوست الواحد، هلأ هاي الليست اللي أنتم شايفينها راح أعطيكم بعد المحاضرة الليست للأخباز العربية اللي موجودة عندنا،
حتى تقدروا انتوا تطبقوا عليها. مثلا اذا حكينا عن البريد قديش موجودة، بحكي لنا 2 سلايسز، او اذا حكينا 2 اونصة، الاونصة او 1 سلايس او 1 اونصة، هذا شو؟ هذا حسب نوع الخبز اللي موجود عندنا. طيب كيف احنا حنميزهم؟ اذا كان عندنا توست، فشريحة التوست الوحدة هي عبارة عن قصة غذائية، يعني عبارة عن سيرفينج وحدة. هاي السيرفينج قديه فيها؟ فيها 15 جرام من الكربوهيدرات، فيها 30 جرام من البروتين، فيها جرام واحد من الفات، وفيها 80 سعرة حرارية. تمام؟ أوكي. طيب إذا إجينا حكينا مثلا على إيش بدي أعطيكم شيء، الطحين أو الويت اللي هو الطحين الأبيض، بحكي لنا 3 تي سبون، يلي هي دراي اللي هو معناها جاف. شو يعني؟ يعني 3 معالق كبار من الطحين رح يعطونا 15 جرام كربوهيدرات، 3 جرامات بروتين، 1 جرام فات، 80 سعرة حرارية. طيب أنا معقولة لما يجيني كلاينت أجي أحكي له والله روح خد 1 أونصة من الخبز، روح خد مثلا 6 إنش مثلا من نوع معين من التورتيلا، روح أحكي له مثلا من خبز التورتيلا روح خد 1 أو 3 أونصة أو 3/4 سلايس، حيكون صعب عليهم. لهيك أنا شو عملت لكم؟ جيت فرجيتكم هاي أغلب أنواع الأخباز العربية اللي حتكون موجودة عندنا. مثلا من هذا الخبز العربي السيرفينج الوحدة، الحصة الوحدة اللي رح تعطينا، شايفين هذا المثلث؟ هاي الحصة الوحدة اللي رح تعطينا 80 جرام من الكربوهيدرات، جرام واحد من الفات، 3 جرام من البروتين، و80 سعرة حرارية بس بهاي. طيب بتطلع هاي شريحة التوست اللي أنا قبل شوي حكيت لكم عنها. طيب وين بتصير المشكلة؟ بتصير المشكلة إنه أحياناً الكلاينت مثلاً شوفوا هذا النوع الخبز، هو خبز السمون اللي بيكون عندنا، بيجي الكلاينت بيقول لك آخذ هاي ولا هاي. هنا إحنا بنضطر إنه نرجع الكلاينت لوين؟ إما لنعلمه كيف يشوف هاي الشغلة نظرياً، يعني إنه لا إحنا بنحكي 1 أونصة يعني لازم تطلع 30 جرام، ماشي؟ فبطلع انا هون بشوف انه هانا هي ال 30 جرام اللي عندي اياها، هاي كتير كبيره، بطلت حجم الحصه المطلوب. عرفتوا؟ هلا هذا الرغيف طالع كتير كبير بالصوره، بس هو على الحقيقه اذا بتوزنوه رح يطلع 30 جرام، يعني قد وقد هاي قد وقد هاي. تمام؟ نفس الشيء بالنسبه لخبز البرجر، احنا لما بنكون عم نعطي اي نوع من انواع الخضار أو عفوا مجموعة النشويات، بدنا نعرف إنه الحصة الواحدة منهم هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن كوب من عبارة عن نصف كوب من الحبوب. إذا كان مثلا رح نحكي عن حبوب مثل الفاصوليا أو المعكرونة أو إلى آخره، أو ممكن تكون شريحة واحدة من الخبز، شريحة واحدة مثلا من الخبز التوست، شريحة واحدة من خبز، إذا بيكون هيك بتكون النص. إذا بيكون مثلا خبز البرجر، بس بدنا نعرف بخبز البرجر الأنواع وطريقته، لكن هذا الخبز اللي ما بيكون قوامه كتير سميك، عرفتوا؟ بتروحوا على المخبز، كتير مهم انتوا تميزوا لحتى تقدروا تنقلوا هذا الحكي. بهمنا لما نيجي أنواع الأخباز كلياتها تكون عندنا إياها شو؟ تكون عندنا إياها 30 جرام. طيب إذا بدنا نحكي، خليني أنقلكم كمان على شو؟ خليني أنقلكم على الوصفات العربية. تمام؟ ثواني. طيب خلينا نحن نشوف بالأطعمة العربية اللي معروفة كتير عندنا. في عندنا يمكن خبز التوست الأبيض حكينا قطعة واحدة، مثلا خلينا نحكي خبز الهامبرجر نصف القطعة إذا كان الحجم كبير، قطرها كانت 30 سنتي. خبز التورتيلا قطعة، بس شوفوا شو شرطها، يكون 15 سنتي. هاي بالنسبة لشو؟ هاي بالنسبة للأخباز اللي موجودة عندنا، يعني اللي معروف كتير عندنا بالوطن العربي. لكن إذا ما كانت عندنا أو ما كانت موجودة، مثلا إذا كان في عندنا أنواع أخباز تانية، مثلا مر عليكم خبز ما عرفتوا هو شو نوعه او شو مكوناته، فوقتها انتوا شو بتضطروا؟ بتضطروا انه لا احنا لازم نروح شو؟
لازم نروح لازم نروح ناخذ او يعني ناخذ 30 جرام من هذا الخبز، بالاضافه انه نعرف مكوناته، فهذا عامل كتير اساسي. طيب يعني ملخص موضوع الاخباز او ملخص موضوع النشويات اذا كانت جايه من الخبز، بدنا نعرف انه الحصه الواحده بتعطينا 15 جرام من الكربوهيدرات، 30 جرام من البروتين، 1 جرام من الفات، 80 سعره حراريه لكل حصه غذائيه. شو تعريف الحصه الغذائيه هاي؟ التوست الواحده هي حصه. اذا هون انا صار عندي شو؟ صار عندي 80 سعره حراريه اعطيتها بقلب الدايت تبعي. الخبزه الصمون اللي قطرها 30 او يعني وزنها 30 جرام هي عبارة عن حصة، وهكذا بسقطها على جميع أنواع الأخبار. هذا شو بيسهل عليكم صبايا؟ هذا بيسهل عليكم إنك تتعلم الأغذية نظريا وتتعلمها كميا. ليه؟ لأنه لما نيجي نعلم الناس ونطبقهم، الكلاين تبعنا ما حيكون حامل ميزانه إذا طالع مثلا على مطعم أو إذا قاعد بسفرة، ما رح يكون حامل الميزان تبعه وقاعد بس بستناني انا لازي احكي له انه مثلا كيف ياكل او شو يعمل، هاي حتكون صعبة عليه. بينما اذا جيت علمته انه لا، خذ مثلا شريحة توست، خذ مثلا خبزة هالقد قياسها ماشي، او اذا كنت لحالك جيب الميزان حط ال 30 جرام، شوفهم احفظهم، احفظ الكمية، صير طبق. هاي بتكون كتير عملية. أنا بفضل بالبدايات إنه أنتوا تجيبوا ميزان الطعام وتصيروا أنتوا تطبقوا. هاي صور أنا عاملتها بإيدي. ليه؟ لحتى أقدر أعلم الكلاين تبعوني إنه كيف بيقدروا يسقطوا هذا الموضوع على حمياتهم أو على خلال الدايت اللي قاعدين هم بياخذوه. فهاي الأشياء كتير بتساعدكم. وبهمني هلأ تكونوا تعلمتوا شغلتين، الأولى إنه القياس لازم يكون بالميزان وبالنظر نحاول، وتاني شغلة إنه كل نوع قد إيه قاعد بيعطيني سعرات حرارية. ال 15 جرام 3 بروتين 1 فات وال 80 سعرة حرارية يلي موجودة عندنا. طيب هذا بس بالفات. طيب إذا حكينا إحنا إنه في عندنا الستارش فيجيتابلز، هي من عائلة النشويات اللي هي مثل الذرة، مثل القرع، مثل ذرة قرع، البطاطا الحلوة، البطاطا العادية، هذول كيف بدنا نعملهم؟ هذول بنعاير لهم بالكب، لكن إذا بتطلعوا على السيرفينج هي نفس السيرفينج، إنه عم يعطونا 15 سعرة، عم يعطونا 15 جرام من البروتين من الكربوهيدرات، عم يعطونا 30 جرام من البروتين، عم يعطونا 1 جرام من الفات، وعم يعطونا 80 سعرة، لكن الكمية اختلفت. هون صرنا عم نحكي بالكب لأنه العنصر الغذائي اختلف. صرنا عم نحكي عن الذرة، صرنا عم نحكي عن السويت بوتيتو، عم نحكي عن القرع، عم نحكي عن البطاطا بأنواعها، إذا كانت مثلا مجمدة، إذا كانت نص مثلا المقلية نص قلية ومجمدة اللي بنشوفها بالسوبر ماركت، كيف هاي الأغذية كلها بنتعامل معاها؟ هاي كلياتها كل واحدة حسب مقدارها، الوان كاب، نص كاب، هاي معناها نص كاب، تمام. هاي الثري هاي معناها ثري، هاي الأو زد هي اختصار الأونصة، الواحد أونصة هو بعطينا 30 جرام، لكن هاي بالوحدات القياس الأمريكية، تمام. هلا شوفوا هون عم بحكي لك كمان حجم، اذا كانت مثلا البطاطا عندنا اياها حجمها كبير بناخذ ثلاث ارباعها بما يعادل قد 3 اونصة. طيب كيف ممكن نتعلم هذا الحكي بالقياس؟ هيها مثلا هاي انا القلع جبت لك اياها من النت لانه صراحه راحت السوري من عندي، بس شوفوا قديش حجم الكب في عندنا. هذا هو الكب المعياري للذره، فيكم انكم تاخذوه وتفرجوه. راح هلا نتعرف شوي شوي على انواع الكب المعياري اللي انا بقدر اقيس فيها. هاي البطاطا الحلوه بعد ما تتقطع قد ايه بتكون كب، ونفس الشيء فيكم تسقطوها على القلع بعد ما تعملوه. طبعا لنعرف شغله انه احنا القياس دائما عندنا، الحصص الغذائيه دائما تقاس بعد الطبخ. يعني انا ما باجي بوزن دوري قبل ما اسلقها واحكي حصتها الغذائيه مثلا من الدوري والله نصف كوب، نصف كوب يعني هالقد، لا باجي بحكي بسلقها، بعد ما بسلقها. والحصص الغذائية دائما هي قاعدة، الحصص الغذائية تقاس بعد الطبخ مو قبل الطبخ. يعني هذا مثلا شو اسمه، بعد السوي، بعد السلق، بعد ما أنا خلصته، بعد ما أنا طبخته بحط هاي الحصص، مو قبل. طيب نيجي على موضوع كمان في العائلة الأخرى، لما نيجي نحكي عن أنواع القمح أو الحبوب الكاملة، تمام.
الحبوب الكاملة في عنا نوعين، في عنا الأشياء اللي بتندرج مثل الشوفان، مثل الشعير، مثل البرغل، مثل الفريكيا. هدول شو بنحكي لهم؟ نحكي لهم إنه هدول بتصنفوا كمان الرز معاهم، إذا كان الرز الأسمر أو الرز الأسود، هدول نفس الشيء. بس تطلعوا صبايا الكميات هي اللي بتختلف. يعني إحنا هون عم بنتعلم إنه السيرفينج الوحدة اللي بتعطينا هذا المقدار قديه هي، عرفتوا؟ الحصة الغذائية من مثلا من الشوفان، من الأوتس اللي هو معناها الشوفان، مثل مثلا من البرغل، من الفريكيا، قديش بتكون الحصة الغذائية؟ بتكون ربع كب أو 3/4 الكب أو نص كب، اللي هي راح تعطينا هذا المقدار، 15 جرام ب 3 جرام بروتين، من 0 ل 1 فات، لكن أغلبها بنحطها إحنا 1 فات، ب 80 سعرة حرارية. هذا نفس الشيء، هاي كلياتها عائلة حاطت لكم اياها انا، كلياتها كل شيء بيخطر على بالكم، حبوب، انواع رز، كلياتها حتلاقوها موجوده هون، وقد ايه الحصص الغذائيه تبعتها. هلا اول ما تبلشوا تعملوا دايت حتضطروا انكم ترجعوا لهذا الجدول. مثلا انا بدي اجي احط له اوتس، قديش الاوتس؟ بروح بفتح الاوتس براون، ربع كب، ربع كب قديش رح يعطيني؟ 15. طب انا بلكي بدي احط له حصتين ربع بربع، طيب ايش بصير هون؟ بضرب باثنين، يعني بصير اذا اعطيته حصتين رح يصير هون بدال ال 15 شو 30، بدال الثلاثه شو ضرب اثنين 6، هون 1 ضرب 2 2، وال80 ضرب 2 حتصير 120. فعشان هيك لما احنا بنيجي بنحكي عن اي موضوع سعرات حراريه، لازم اكون عارفه الحصه الغذائيه اللي انا اعطيته اياها قد ايه. مش شرط دائما اعطيه حصه من الشغله، يعني مثلا ممكن على الفطور اعطيه حصتين من الخبز، تنتين توست، ما اعطيه واحدة. فبالتالي بضرب الارقام يلي موجودة فوق كلها باثنين، حتى انا اكون عارفة قديش السعرات الحرارية اللي اعطيته اياها. يعني اعطيته حصتين، فعندي 30 جرام كربوهيدرات، 6 جرام بروتين، 2 جرام فات، 160 جرام او 160 سعرة حرارية. تمام؟ فهذا كتير مهم لما انا اجي اعطيها للكلاينت يلي عندي، واوزع هاي الحصص بطريقه صحيحه. طيب هاي كمان كلياتها زي ما حكيت لكم عنها. طيب لما نيجي نحكي عن البينز، البينز اللي هي الحبوب، ونميز بين الحبوب وبين، لما نيجي نحكي الحبوب الحب الكامل وبين البقوليات. حبوب الحب الكامله احنا حكينا برغل، فريكيا، شعيريه، هدول. طيب لما نيجي نحكي عن البينز اللي هي مثل الفاصوليا، مثل العدس، مثل الحمص، هدول بيختلفوا. شو بيجي بيحكوا لك؟ بيحكوا لك هدول رح ينحسبوا حصة من النشويات، يعني حصة من كأنهم حصة نشويات من عائلة النشويات، وحصة زي كأنهم هم من عائلة الميت بمحتواهم من البروتين. كيف يعني؟ يعني الربع كوب من الحمص رح يعطيني 15 جرام كربوهيدرات مثل عائلة الكربوهيدرات أو النشويات، بس رح يعطيني الحصة الغذائية الواحدة منه 7 جرامات بروتين، مثل كأنه حصة من حصص إيش؟ من حصص اللحوم اللي هي اللي شوية اللي ما فيها أي نوع من أنواع الدهون أو خالية من الدهون. تمام؟ ورح نحط له من 0 to 3 fat، فإحنا هنا بنحطها 1، لانه هاي العائله بيكون حاطط لك اياها انه من زير رفيف، فاحنا هون بنعطيهم حصه واحده من الفات. والكالوري اختلفت، شوفوا قديش الكالوري تبعتها العائله النشويات، الكالوري تبعها السيرفينج الواحد بيعطينا 80، بينما هون بعائله البقوليات اللي احنا رح نعتبر ان هي ميكس بين النشويات وبين عائله الميت، يعني هي جايه كانها بالنص بين عائلة النشويات وعائلة اللحوم، أخذت شوي من هون وشوي من هون. فكانت الحصة الواحدة من الحمص اللي هي تقريبا تقدر بنص كوب، أغلب هاي العائلات الحمص، الفول، الفاصوليا البيضاء، هدول كلياتهم إحنا بنقدرهم إنهم بيكونوا نص كب. فالنص كوب منهم رح يكون 30 جرام كربوهيدرات، 7 جرامات من البروتين، من 0 ل 3 فات، وهون اعتمدوها 1، و125 كالوري الحصة الواحدة. طب أنا ما بدي أعطيهم سكوب، بدي أعطيهم كوب، شو بصير عندي؟ 15 ب 2 30 جرام كربوهيدرات، 7 بدي أحكي لهم إنه بروتين، 7 ب 7 49 جرام بروتين، الفات
2 جرام من الفات الكالوري عندنا 125 زائد 125 250 سعرة حرارية بالكوب الواحد من هاي الحبوب. طبعا ما تشوفوا انه 250 سعرة عالية، لا، لما شخص يكون مثلا احتياجاته 2000 سعرة باليوم، طب 250 ولا شيء، عرفتوا؟ انا بقدر اعطيه مثلا كمان مثلا 250، بقدر اعطيه كمان 250، هاي 500 سعرة اعطيته اياها، او خلال كوبين مثلا، بس هي تعتبر شوية عالية اذا كان ويت ريديوسينج دايت، ممكن اعطيه كوب وربع. طب كوب وربع كيف بدي احسبها؟ بحكي انه بصير نحسبها احنا نسبة وتناسب، قلت ما راح ادخلكم فيها، بدي تتمكنوا من هاي، بعدين راح ادخلكم بموضوع انه اذا كان ربع واذا كان نص بدي اعطيهم، هاي بتصير مهارة مع كثرة الممارسة، عرفتوا؟ طيب هاي كيف بدنا نتعلمها؟ شوفوا هاي هي الأكواب المعيارية، هاي هي الكب، هذا الربع كب، التي سبون اللي هي المعلقة الكبيرة، والتي اس بي اللي هي المعلقة الصغيرة، عشان تكونوا عارفينهم هلأ حيتكرروا عنا كتير. طب هاي الأكواب المعيارية بالصورة، يعني أنا حاولت أجيب لكم أكثر الصور اللي تكون قريبة، بس حيكون صعب إلا إذا أنتم بتروحوا على أي مكان تشوفوا الأكواب المعيارية وتصيروا انتم تطبقوا عليها، لحتى تشوفوا مثلا الكوب المعياري قديش من الفاصوليا، قديه من الحمص، قديه من الرز، عرفتوا؟ بس بشكل عام هاي هي الاكواب المعياريه، واحنا بنستخدم المعلقه الكبيره كمان كطريقه قياس والمعلقه الصغيره. طب انا لما اكون عارف الكب كيف هو، شو بعمل بهاي الحاله؟ انا هون بكون كثير سهلت على مريضي انه يكون عارف، او على الكلاينت اللي عندي كيف يقيس. طب هاي كافية؟ الجواب لا، المريض ما حيجيب الكب ويقعد ويعاير فيه. شو الحل؟ الحل إني أنا أمسك المعلقة الكبيرة أعبي فيها الكب الكبير، وأجي أحسب إذا بدي أعطيه نص كب قد إيه بتساوي بالمعلقة. مثلا إذا أجيت أنا على أي كلاينت عندي وأجيت حكيت له إنه أنا بدي أحسب لك إنه الحصة الواحدة هي عبارة عن نص كوب مثلا من الرز، فراح اجي احكي له امسك كوب واقلبه، راح يحكي اكيد لا. طب الكب كم معلقه؟ بصير هيك احنا نحكي انه الكب كم معلقه لحتى اني انا اساعده. هلا هذا الشيء راح يصير يختلف عندكم بين 4 ل6 معالق، اذا كانوا المعالق كتير كبار راح نعتبر انه الكب، او مثلا معبيين كتير راح يصير الكلاينت تحكي له انه 4 معالق معبيينهم الحصه الواحده، طيب اللي هو عباره عن كب. طب إذا كان نص كب يعني معلقتين، تمام؟ إذا كانوا كتير مثلا، إذا كانوا مو معبيين كتير نص نص، رح أحكي له إنه 6 معالق هم الحصة الغذائية الواحدة هم الكب. إذا عم بتعبيهم كتير بعتبرهم إياها 3، أو في حالة أفضل إنه تعال لما تيجي تعبي صحنك صور لي المعلقة كيف عبيتها، لأنه إذا حنضل نحكي للكلاينت خذ جيب الأكواب المعيارية وعبي، أنتوا لازم تكونوا عمليين ولازم تحط حالك مكان الكلاينت. معقولة احنا كنا قاعدين على السفرة اجي امسك اجيب كب اعبيه بعدين اديله في صحني لحتى اكل، لانه مو منظر اكل انا من الكب، هذا حيكون الاشي مش منطقي ما حيستمر. بينما اذا مسكت الكب وعلمته انه هو 4 معالق هالقد المقدار اللي فيهم، رح يستمر الكلاينت معك، رح يحس باريحية، ما رح يحس باحراج انه هو ماسك ميزانه او ماسك الاكواب المعيارية وفيها. أو خيار تاني إنه أنا أعلمه بالبيت إنه لما يكون لحاله إنه تعال جرب وزن هاي، جرب اعمل هاي، هذا كتير كتير بيساعده. فكانت هاي شو أول خطوة من خطوات التعيير لمجموعة النشويات اللي هي الحبوب. ولا تنسوا إنه الحبوب حمص، فول، عدس، 15 جرام كربوهيدرات، 7 جرامات بروتين، فوسفات، وبيعطونا 125 سعرة حرارية، هاي كتير مهمة، وهي طريقة الأكواب المعيارية. طيب إذا إجينا، طب شوفوا أنتوا هون كيف، إذا إجينا طبعا هون الصورة هاي صبايا مبالغ فيها الحجم، عشان ما تفكروا إنه كل هالقد رز، هذا الكب وهيك طالع كبير بس على الصورة، بتعرفوا أنتوا دقة التصوير سيئة، لكن هاي هيك طالعة، فهي ماكسيموم يكونوا 6 معالق أكل كبار، تمام؟ اللي هم الحصة الغذائية، إذا أعطيه حصتين بتوصل هذا الكب الكبير أكثر من كوب هذا، تمام؟ طيب نيجي على المعكرونة، إذا بدي أجي أنا أحكي له على المعكرونة، اتفقنا إنه المعكرونة لازم شو؟ تكون مطبوخة،
ما تيجي تعلموهم إياها بالعيدان، مو منطق. أو هي يابسة بعد ما تنسلق تيجي بتحكوا له إنه الحصة عبارة عن نصف كوب، فبسلقها بديرها بالصحن، احفظوا الكميات كيف، بعتوها لكلاينت بيساعدكم. هاي يعني كمية تقديرية، لكن دائما القياس بعد التوزيع. هاي نقطة كتير كتير، بعد السلق عفوا، القياس بعد السلق أو بعد الطبخ. هيك مجموعة النشويات إحنا المفروض نكون شو، المفروض نكون غطيناها في يعني بأغلب الأشياء اللي إحنا كنا حكينا عنها. إذا في أي سؤال أي استفسار فيكم تكتبوا لي بالنوت قبل ما ننتقل لمجموعة أخرى. نلخص مجموعة النشويات. مجموعة النشويات خلينا نقسمها كالتالي: الأخباز، مثل كل أنواع الأخباز اللي موجودة عندنا، خبز، رز، عفوا الأخباز العادية، إذا كان خبز صمون، توست، الخبز العربي العادي، ناخذ منها سلايز. مقدار السلايز بده يكون أونصة، الأونصة تساوي 30 جرام. طيب خلصنا الخبز، نيجي على الرز، نيجي على البرغل، نيجي على الفريكيا. العيار الواحد منهم هو عبارة عن شو؟ عبارة عن نصف كوب. نصف كوب قديش يساوي؟ بين 4 ل6 معالق. إذا بدي أعطيهم كب يعني صار 8 معالق، إذا حصتين صار 8 معالق، إذا كان معلقة صغيرة حسبت لي إياها 6 6 و6 12، بس المعلقة تكون هاي فاضية يعني مو كتير متعباية، بس أنتوا احفظوا الأساس 4. تمام. المعكرونة هي عبارة عن نصف كوب بعد الطبخ، كل ما تم ذكره هو بعد الطبخ. طيب نيجي على البقوليات. البقوليات مثل الفول، مثل الحمص، مثل العدس، هاي كلياتها بنحسبها بديل واحد من النشويات وبديل واحد من عائلة اللحوم منخفضة الدهون، وعبارة عن نصف كوب. النصف كوب رح يعطينا 15 جرام كربوهيدرات، 7 جرامات بروتين، 1 جرام فات، رح يعطينا 125 سعرة حرارية. تمام؟ هذا كان بالنسبة لمجموعة النشويات. نيجي لمجموعة أخرى اللي هي عندنا إياها مجموعة الفواكه. مجموعة الفواكه use fresh fruit or frozen or candied fruit with no sugar added. يعني إحنا حنستخدم الفواكه الفريش أو المجمدة والمعلبة لكن بدون إضافة السكر. من أسوأ أنواع الأغذية اللي إحنا ممكن نتعرف عليها هي الفواكه اللي محفوظة بستيرم الحلو. هذا إذا بتفتحوا علبة الفواكه بتذوقوا العصير تبعها اللي محفوظة بقلبه، هو عبارة عن سكر الفركتوز حتى يحفظ هاي الفواكه. هو من أسوأ الأشياء اللي إحنا ممكن ناخدها، واللي كتير فيه سكر وكتير فيه سعرات حرارية. لما نحكي عن فواكه معلبة، يعني أنا المية اللي بقلب هاي العلبة كبيتها والفواكه غسلتها، عشان هاي النقطة تكون واضحة. نو ادد، نو شوجر ادد. تمام. الفواكه المجففة هي اوريدي مجففة، لكن في فواكه تجفف مع السكر، مو الفواكه المجففة والمجمدة مع السكر. المجففة مجففة بدون سكر، مثل شو يعني؟ لما نحكي التين المجفف، مثل أوراق أو شرائح التفاح المجففة، ولكن مش اللي محفوظة بسكر. لأنه أحيانا إحنا بنشوف في نوعين من الفواكه المجففة، في مجففة لحالها بدون أي إضافة، يعني التمر إحنا بنصنفه من الفواكه المجففة. تمام. إلا التمر اللي بيكون رطب وهيك، هذا لا، بس في تمر بيكون هيك حبته كتير قاسية ما فيه سكر. في أحيانا بنروح اللي كتير معروف عندنا المشمش المجفف، المشمش المجفف، التين المجفف، هدول شو مالهم؟ هدول كلياتهم بيكون موجود فيهم المحفوظين بدون إضافة سكر. إذا حافظوا بإضافة السكر هاي المعادلة كلياتها اختلفت. أوكي. طيب whole fruit is more filling than fruity juice and maybe two better choices for this and who are trying to lose weight. شو يعني؟ طبعا الفواكه الطازجة هي خيار كتير أفضل لما إحنا بنعمل دايت، خصوصا لللوز ويت، للناس اللي بدها تنزل وزنها. ليه؟ لأنها بتحتوي على ألياف أكتر، بالتالي بتاخد حيز أكتر من المعدة. فشو بصير في عنا؟ فبالتالي بصير في عنا مثل ما حكينا إنه تاخد حيز من المعدة، بصير الوزن ينزل بطريقة أسهل. تمام؟ أوكي. إيه this is others wise noted.
the serving size size for one fruit serving is. هلا رح نحكي عن الحصص الغذائية لمين؟ للفواكه. إذا كانت الفواكه عندنا إياها عادية فريش، فأغلب الفواكه رح تكون one fruit اللي هي القطعة الواحدة أو الحبة الواحدة. طيب إذا كانت عندنا إياها الفواكه مثلا مثلا معلبة أو مجففة، فرح ناخذها نصف كوب، عفوا نصف كوب إذا كانت الفواكه معلبة أو إذا كانت عصير، أما إذا كانت مجففة رح نعطيها ربع كوب. طيب رح أعيد، الفواكه إذا كانت حبة عادية مثلا حبة تفاح، حبة موز، حبة برتقال، هاي تعتبر حصة. طيب إذا كانت معلبة، هاي بصير أنا معلبة. إذا كانت الفواكه اللي موجودة عندنا إياها معلبة أو عصير رح نعتبر نص حصة. إمتى بنعتبرها ربع حصة؟ في حالة كانت الفواكه مجففة، دراي، مجففة هاي الفواكه. إذا حبة إذا كانت فريش، نص حبة إذا كانت عصير أو إذا كانت معلبة، وإذا كانت مجففة ربع كوب. طيب هيك يعني إنه أنا أي حبة فواكه هي عبارة عن حصة غذائية؟ أكيد لا، مو أي حبة فواكه عبارة عن حصة غذائية، حسب وزن حبة الفواكه. طب كيف يعني؟ بيحكي لنا كل حبة فواكه أو كل حصة غذائية رح تعطينا 15 جرام من الكربوهيدرات، زيرو بروتين، زيرو فات، 60 سعرة حرارية. طيب هذا شو يعني؟ يعني إنه الفواكه اللي بيكونوا بيفكروا إنه الفواكه قاعدة بتعطينا بروتين، فالفواكه ما فيها ولا ذرة بروتين ولا بتعطينا بروتين أبدا. هاي كتير بشوفها، هتسمعوها كتير عند الكلاينت، إنه بيكونوا بيفكروا إنه الفواكه فيها بروتين. الفواكه يا جماعة فيها فيتامينز وليس بروتين، فيها فيتامينات مفيدة، فيها أحيانا أنواع فيتامينات كتير ممتازة، فيتامينات ال A ال P ال B complex بنلاقيها بقلبها، بس ما بنلاقي في قلبها بروتين ولا في بقلبها فات، هي كلها عبارة عن نشويات. تمام، يعني الخبز بتلاقي بقلبه بروتين وما بتلاقي بالفواكه بروتين. تمام، يعني الحصة الغذائية الواحدة من الفواكه عبارة عن 15 جرام من الكربوهيدرات، ما فيها بروتين أبدا، ما فيها فات، فيها فقط 60 سعرة حرارية. طيب أي نوع فواكه هيك فيه؟ لا طبعا حسب النوع. مثلا خليني أعطيكم مثال، حبة التفاح، خلينا ننتقل على الصورة عشان تكون واضحة. شوفوا حبة التفاح يلي وزنها 120 جرام هي حصة غذائية، طبعا تفاحة حجم وسط. بالمقابل الكرز ممكن يكون 12 حبة حصة غذائية، الكيوي يلي وزنه 105 جرامات حصة غذائية، ممكن نصف كوب من العصير يكون حصة غذائية. طيب إذا هدول من وين بدنا نجيبهم؟ حنجيبهم من هذا الجدول، النصف كوب اللي هي الأونصة، اتفقنا إنه الأونصة هي عبارة عن 30 جرام، عرفتوا؟ فلما أجي أحكي 30 جرام مثلا التفاح قد إيه؟ هتيجي تلاقي إنه التفاح عبارة عن 120 جرام. لما أحكي أنا 120 جرام، يعني التفاح كم أونصة لحتى يعطيني حصة غذائية؟ يعني إحنا رح نحكي إنه التفاح عبارة عن 4 أونصة، 4 أونصة من التفاح بيكون عبارة عن حصة غذائية. تمام، كيف لما يطلعوا هون صبايا، هاي 120، هاي 120، هاي الموز، الموز كمان بيجي عندنا 120 سعرة حرارية، هاي قطع الأناناس، كل واحد شوفوا هون 3 حبات تمر، بس هدول إذا تساوت الكمية يلي أنا بدي إياها. مثلا لما أجي أحكي إنه التفاحة يلي 120 جرام تساوي 12 حبة كرز، بتساوي كيوي 105 جرامات، بتساوي نصف كوب عصير، هذول كلياتهم رح يعطوني 15 جرام كربوهيدرات وما في بروتين، ما فيهم فات، و60 سعرة حرارية. إذا بالفواكه أنا بهمني الوزن وبهمني الحصة الغذائية. إذا تساوت الحصص الغذائية، يعني إذا أخذت حصة من الكرز مع حصة من التفاح، بس الحصة من الكرز بتختلف عن الحصة من التفاح، تختلف عن الحصة من التمر، يعني التمر 3 حبات، تمام؟ التفاح حبة، بس الاثنين بيعطوني 60 سعرة حرارية وبيعطوني 15 جرام كربوهيدرات إذا أخذتهم وفقا للحصص الغذائية تبعتهم يلي موصى فيها من إيش؟ من دائرة الكميات الأمريكية. فهمتوا شو الفكرة؟ السعرات تتساوى بالأنواع الفواكه، لكن الكميات ما بتكون واحدة، عرفتوا؟
يعني مش حبة مثلا، مو حبة التمر بتساوي حبة التفاح، بس ممكن أخلي إنه إذا باخد السيرفينج تبع التمر هي 3 حبات رح تعطيني 60 سعرة حرارية و15 جرام من الكربوهيدرات، هدول نفسهم بيعطيني إياهم التفاح لحال أخذت حبة. فهي شوي بدها تركيز صبايا، ما تشوفوها هيك صعبة، هي بس بدنا إنه نحن نكون قاعدين نعرف الحصص الغذائية من كل نوع من أنواع الفواكه كيف، وهي حتشوفوها كمان موجودة عندكم إياها بالجدول، أنواع فواكه كثيرة وكل نوع فواكه قد إيه الحصة تبعته اللي راح تعطينا 15 جرام مع زيرو 15 جرام كاربس مع زيرو بروتين زيرو فات و60 سعرة حرارية. تمام؟ أوكي، خلينا ننتقل على النون ستارشي فيجيتابل. لما نيجي نحكي هون عن الخضار الغير ورقية، وإحنا اتفقنا إن الخضار الغير ورقية هي من أفضل أنواع أو من أفضل الأسر اللي إحنا رح نلجأ إلها في حالات عم نعمل weight reducing diet، يعني حمية لتنزيل الوزن. ليش؟ لأن الخضار الغير نشوية نصف كوب، يعني هلا رح نحكي إحنا عن الحصص الغذائية، إنه قد ما هي بتاخدوا أنتوا يعني سيرفينج منها بتضل سعراتها الحرارية كتير قليلة، كتير مفيدة، وبنفس الوقت بتاخد حيز كتير ممتاز من المعدة، فبتساعد بشعور شبع وشعور امتلاء لفترة أطول أفضل. وبالتالي إحنا شو عملنا هون؟ وفرنا على حالنا ناكل أغذية فيها سعرات حرارية كبيرة، ساعدنا بنزول الوزن. طب نشوف شو هي النون ستارشي فيجيتابلز. Each vegetable serving on this list containing about 5 grams of the carbohydrate. كل واحد من هذه الخضار يلي موجود بهاي العائلة رح يعطينا الحصة الغذائية منها 5 جرامات بس من الكربوهيدرات. شوفوا قد هي قليلة بالكربوهيدرات، 2 grams of the protein رح تعطينا حصتين من البروتين and 25 كالوري، 25 سعرة حرارية. إذا بتنتبهوا إنه إحنا يعني ما مر علينا 25 سعرة حرارية، كل يلي كان موجود عندنا كان لحد الآن الخبز، شفنا إنه أو النشويات شفنا إنه الحصة الغذائية اللي منها الوحدة بتعطينا 80، الفواكه شفنا إنها 60، هلأ رح نكمل باقي العائلات، لكن حتضلها النون ستارشي فيجيتابل تتفوق وتفوز بإنه هي الوحيدة اللي رح تكون الحصة الغذائية منها شو مالها بتعطيني بس 25 سعرة حرارية. طيب شو بنحكي هون؟ بنحكي إنه vegetables are a good source of vitamins and minerals، هي مصدر كتير ممتاز لشو؟ للفيتامينات وللمعادن، بالإضافة للألياف الغذائية. وسر نجاح أي حمية صبايا قد إيه أنتم بتقدروا تأثروا على الكلاينت بإنه يتعاطى النون ستارشي فيجيتابلز، لأنه بس تقعدوا مع الأشخاص اللي كان فيهم زيادة بالوزن رح تكتشفوا إنه أغلب أسباب زيادة الوزن جاية من سببين. أولاً قلة الوعي والمعلومة، ما عندهم فكرة إنه كل صنف غذائي قد إيه فيه سعرات حرارية. أنا بشوف ناس وخصوصاً بموسم الصيف ممكن تكتشفوا إنه أغلب أسباب زيادة الوزن إنه الناس عم تاكل فواكه، لك أنا ما باكل لا رز ولا خبز بس قاعد باكل فواكه. طب هو الحصة الغذائية الواحدة من الخبز عم تعطينا 80 سعرة، والحصة الغذائية الواحدة من الفواكه عم تعطينا 60، صح؟ طيب إذا أنت فكرتي إنك تاكلي مثلا 5 حبات فواكه، يعني أنت أخذتي هون 300 سعرة حرارية. إذا أخذتي 5 حبات فواكه أخذتي هون 300 سعرة حرارية، 300 سعرة حرارية هي وجبة. ممكن أنا هلا أعطيكي نصف كوب رز يكون فيه 80 سعرة حرارية، أجي أعطيكي صحن سلطة، أجي أعطيكي معاه بروتين، فأجمع لك 30 سعرة 300 سعرة. فعرفتوا كيف لما نيجي إحنا نقارن ونشوف السلوكيات الخاطئة؟ فأول إشي قلت لكم اللي هي نقص المعلومة والمعرفة بتفاصيل الأصناف الغذائية وقديش بتحتوي كل صنف غذائي على كمية من السعرات الحرارية، وقديش فيه بمحتواه من عناصر مثل الفيتامينات مثل المعادن مثل الألياف الغذائية اللي هي القيمة التغذوية اللي إحنا بنبحث عنها، هياتي الأولى. والشغلة الثانية اللي إحنا بهمنا نساعدهم اللي هو تغيير أسلوب نمط الحياة اللي هم متعودين عليه. إذا حضلوا دائما تعطوهم كل خضار
كل سلطة وبعدين حيملوا. شو الحال إنه أنا ممكن كأخصائي تغذية يكون عندي علاقة لطيفة مع المطبخ، وأنا أبتكر وصفات وأشاركها معاهم. هذا الإشي كتير رح يحبوه الكلاينت عندكم، إنه أنتم مو عم تعطيهم سلطة خضار يلا وامشي. أحيانا ادمج الخضار مع الفواكه، أحيانا نلاقي أنواع سلطات من أصناف خضار. مثلا رح أعطيكم مثال، لما إحنا نيجي نعمل سلطة الأوراق الخضراء، يعني أصلا هاي من أكثر السلطات اللي أنا أحب أحطها للكلاينت عندي، تكون عبارة عن ورق الجرجير، ورق السبانخ بس البيبي مو السبانخ الكبيرة، تمام. بنحط فيها جوز، خلينا نحط فيها تفاح أخضر وسماق وشوية عسل وليمون وملح، من أذكى وأكثر أنواع السلطات اللي بحبوها. أحيانا مكان التفاح ممكن نحط فراولة، فبصير الكلاينت حاس حاله إنه هم يعني عم بنزل وزنه، عم بكتشف عالم الأغذية أو عالم الصحة والتغذية، ويعرف إنه معنى إنه حياة صحية ليس معنى هذا الحكي إن هي حياة مؤلمة أو حياة مملة. لا، أنا بقدر آخذ كل الأصناف الغذائية بطريقة مختلفة. يعني إحنا كلياتنا بنعرف السبانخ، كلياتنا بنعرف الفجل، الجرجير، هاي الأصناف، بس مو كلياتنا عم نستخدمها كتير. عم نستخدم على طول أصناف أو خضار معينة وبنضلنا نكرر فيها، فبالتالي بصير في ملل. فلما بتكون الرحلة تبعت الدايت طويلة، مثلا عم نحكي عن 50، عفوا مش 50، عم نحكي إنه في عندنا 50 كيلو بدنا ننزلهم، 50 كيلو بدنا ننزلهم، لو كل شهر نزلنا 4 أو 5 كيلو في عندنا فترة زمنية منيحة. الكلاينت معاك ماشي، طب بالخمسين كيلو أو 50 كيلو اللي كنت نزلوا لهم إياها، معقول نضل على صحن السلطة التراديشنال نووي يستمر معاكم؟ فهذا الشيء اللي احنا حكينا عنه قبل، انه بالتخطيط للحمية ضروري يكون في تنوع، ضروري يكون في ابتكار من قبل اخصائي التغذية. وهي اكثر مجموعة احنا فينا اللي هي نان ستارشي فيجيتابلز، انه احنا نبتكر وننوع فيها ونضيف عليها تفاصيل حلوة. اعطيكم بس وصفة كمان مثلا كتير بحبوها يعني الكلاينت، اللي هي اني انا بجيب الشمندر، طالما هو الشمندر من خضروات العائلة الغير نشوية، بنسلقه بنحط معاه شوية معلقة واحدة طحينية وبنخلطه على الخلاط مع ليمون وملح. بعدين بنجيب خيار، بنجيب جزر، ممكن نجيب بروكلي، ممكن نجيب اي نوع خضار تاني انتو بتحبوه، وبنغمس هاي الخضار بصوص الشمندر. أولا هنا أكل وجبة هو سناك، السعرات فيها كتير قليلة، ممكن مكان الطحينية تحطوا لبن أو أي شيء أنتم بتختاروه يعني، أو بتحبوه أو بتحبوا الكلاينت تبعكم، أنتم بتخيروه. أعطيته هنا شو، أعطيته أوبشنز ممتاز. أنا ما زدت لك سعراتك الحرارية، أنت استمتعت يعني، حسيت حالك أخذت حيز من المعدة، ما حسيت حالك قاعد تاكل جزر هيك لحاله، يعني في الطعمة المرغوبة أو الطعمة الحلوة اللي موجودة بقلب هذا الأكل. فهذا الشيء كتير كتير رح يساعدكم، ورح يساعد حتى الكلينت بأنهم يلتزموا معاكم. لو تجربوه أنتوا رح تحسوا إنه في إشي هيك يعني لطيف داخل على جسمنا. وطريقة تقديم الأكل كتير ركزوا معاهم على طريقة تقديم الأكل، إنه يعني بيحكوا لك إنه العين عم تأكل قبل الفم، فهاي صحيحة 100%. لما بيشوف إنه صحنه ترتب، وحتكتشفوا شغلة إنه أغلب الأشخاص اللي عندهم زيادة بالوزن ما بيرتبوا أطباقهم، رح تلاقوهم إنه بياكلوا بسرعة كتير، بياكلوا بشراهة، ما بيركزوا، فما بيستمتعوا. فبالتالي أكل بسرعة، أكل كمية أكبر، حس بتخمة، ما استمتع، ما ركز. بينما علموهم ياكلوا شوي شوي، يرتبوا أطباقهم، تكون الأطباق بتحتوي على عناصر غذائية ملونة، مثل انه مثلا السلطه يكون فيها شمندر، يكون فيها جزر، يكون فيها مثلا خضار تانية حسب الخضار الموسميه اللي هلا وقتها، مثلا دخلوها بقلب السلطه حتشوفوا في فرق وفي اقبال اكثر على الالتزام والدايت. مثل ما خبرتكم، الخضار العائله الغير نشويه هي من اهم العائلات اللي نحن كاخصائيين تغذيه يكون عندنا فيها مساحه بانه ننوع ونبدل ونشكل. طيب كيف الحسبه الكالوري بهاي العائله؟ الخضار عندنا اياها بتنقسم لقسمين، اللي هي fresh and frozen vegetables have more vitamins and less added salt،
اللي هي الخضار الطازج والفريش، وفي عنا الخضار المطبوخة أو عصائر الخضار. هلا إذا كانت الخضار فريش فرح ناخذ منها كوب، اللي هي 1 كاب اوف رو فيجيتابلز، رح ناخذ كب منها. الكوب المعياري اللي انتم شفتوا هذا الكوب هو واحد، الكوب المعياري هو واحد للخضار، هو واحد للرز، هو الكوب المعياري كوب معياري، تمام. ونص كب من الخضار في حال كانت هاي الخضار مطبوخة أو كانت عصير، عرفتوا علي؟ إذا نصف كوب في حال كان رو فيجيتابلز، أو عفوا 1 كوب إذا كانت الخضار طازجة، ونصف كوب إذا كانت الخضار فريش، عفوا نصف كوب إذا كانت الخضار مطبوخة أو كانت جوسي، يعني مثل صوص البندورة اللي بنعمله، أو أي نوع خضار مطبوخة وبعدين معمولة مثل صوص. يعني مثلا إذا سلقنا الشمندر بعدين قطعناه وعملناه هيك ليكويد، صار هون فيجيتابلز جوسي. إذا الجزر سلقناه بعدين عملناه جوسي، هون صار عندنا شو كمان نصف كب أو كب من الخضار الإيش الرو اللي هي الطازجة. فهاي مهمة. هلا هاي يعني هي أغلبها هون ما في معيار إذا بتشوفوا، لأنه أنتوا حيكون هاي واضحة بالنسبة لكم. كيف نحسب السبانخ الخضراء؟ أوكي. هلا السبانخ بحال السبانخ الأخضر أو يعني رح أحكي لكم شغلة. هلا أنا هون عم بعطيكم الأشياء اللي هي الرو قبل ما انه تنطبخ. هلا لما ندخل على باب الاكلات الشرقيه رح اعلمكم عليها، حتى ورق العنب كيف تحسبوه، كيف تحسبوا السبانخ اللي مطبوخ. بس اذا كان مثل ما هو ورق كب، يعني احنا اتفقنا اذا بدنا نطبخه اذا كان فريش السبانخ، اذا كان فريش رح تاخذي منه كب عادي اوراق، تمام. اذا كان مو اذا كان مطبوخ رح يكون كب. طب إذا كان مطبوخ وحطينا عليه نحن مرقة دجاج أو مرقة لحمة أو إلى آخره، هاي راح أعلمكم عليها هلا بالسلايدات اللي لقدام، عرفتوا؟ بس هلا أنتوا ركزوا بالخضار النشوية. طيب راح يجي عندكم كلاينت بيحكي لك إنه دكتوريا ممكن آكل قد ما بدي خضار، شو بتجاوبيه؟ إنه آكل ما في مشكلة، ليه؟ ما بيأثر على وزنهم، ما بيأثر أبدا. يعني أنت عم تحكي إنه الكوب الواحد عم يعطي 25 سعرة حرارية، قد إيه بده ياكل، كم كب بده ياكل لحتى يوصل. فدائما انا بيجي حدا بيحكي لي اكل قد ما بدي خضار غير نشويه، جوابي نعم، كل قد ما بدها خضار غير نشويه. هذا كثير بسهل عليهم، بعطيهم شعور بالامتلاء اكثر. طيب هيك حنكون احنا خلصنا العائله الرابعه الثالثه اللي عندنا لهذا اليوم. حكينا عن النشويات، حكينا عن الفواكه، وخلصنا هلا الخضار الغير نشويه. ومثل ما اتفقنا انه الحصه الواحدة منهم عم تعطيني من الخضار الغير نشوية 5 جرامات بس من النشويات، ما فيها فات أبدا، فيها 5 سعرات حرارية، فيها 25 سعرة حرارية، وجرامين من البروتين، ونصف كوب بناخده إحنا من الخضار اللي هي إذا كانت مطبوخة أو إذا كانت جوسي، وبناخد كب واحد في حالة كانت هي طازجة، تمام. طيب نيجي هلا لعائلة الحليب. طيب عائلة الحليب هنا، بليز ركزوا معي، عائلة الحليب هنا بتنقسم حسب نوع الحليب. الحليب في عنا منه سكيم اللي هو خالي الدسم، وفي عنا اللو فات اللي هو قليل الدسم، وفي عنا الهول اللي هو كامل الدسم. طب أنا هون كيف بدي أحسبهم؟ بحسبهم كالتالي: السكيم الحصة الواحدة، طبعا عشان تكونوا عارفين صبايا، الحصة الواحدة من كل أنواع الحليب هي عبارة عن كوب. الكوب المعياري أني الكوب، ثواني، هذا هو الكوب تبعهم، عشان حطيت لكم إياه بكاسة. الكب الواحد للليكويد هو اللي بيساوي 240 جرام، هذا تقريبا هو الكوب المعياري بالكاسة لحتى أساعدكم عليه. طيب هون شو بنيجي بنحكي؟ إذا أنا إجيت أخذت كاس حليب، أو إجيت أخذت كاسة لبن، أو شنينة، أو عيران، ما بعرف شو بتسموهم، قديش هدول بدنا نحسبهم؟ شوفوا كيف كلياتهم، إذا كان قليل الدسم أو إذا كان كامل الدسم
أو إذا كان خالي من الدسم كلياتهم راح يعطوني نفس الكمية من النشويات، 12 12 12 12 جرام من الكربوهيدرات كلياتهم. يعني حليب الكامل الدسم، كامل الدسم فيه 12 جرام كربوهيدرات، حليب قليل الدسم راح يعطيني 12 جرام كربوهيدرات، حليب خالي الدسم راح يعطيني 15 جرام كربوهيدرات. ركزوا إنه الاختلاف هون مش بالنشويات، وهون بصيروا الناس تخربص، إنه إحنا لما نحكي حليب هون يا جماعة النشويات غير الدهون، فهم اختلافهم بالفات واختلافهم بالكالوري، حتى بمحتواهم من البروتين، محتواهم من البروتين واحد، حليب كامل الدسم وخالي الدسم وقليل الدسم، الثلاثة فيهم شو؟ الحصة الغذائية الواحدة أو الكوب الواحد منهم عم بيعطيني 8 جرامات من شو؟ من البروتين. طيب إذا الاختلاف وين؟ الاختلاف بالفات. طيب السكيم ميلك اللي هو حليب خالي الدسم، هون حطيت لكم إياها مختلفة. ليه؟ لأنه بدائرة الغذاء والدواء عم بيصنفوا إذا كانت نسبة تواجد العنصر الغذائي 0.5 بيصنفوه إنه هو خالي. يعني إذا أنا إجيت حطيت بعلبة الحليب كان في عندي نسبة 0.5، فبهاي الحالة أنا إيش بيكون عندي؟ بقدر أحكي إنه هذا الحليب خالي الدسم، بس بيظهر هذا الإشي بالليبل عنده، إنه ممكن يجي يحكولك إنه فيه الفات 1 أو فيه 2. طيب إذا كان هذا الحكي ما بينطبق بس على الحليب، في دول معينة بتكون حكي لك إنه إذا كانت نسبة الدهون من 1 إلى 2% من العبوة فهو يعتبر سكيم. لهيك هذا الإشي بده يعتمد على إيش؟ على بطاقة البيان اللي رح أعلمكم كيف نقرأ إحنا الملصق الغذائي، لأنه كثير من الناس ما بيعرفوا يقرأوا، رح أعلمكم كيف تقرأوه بطريقة صح إن شاء الله بمحاضرات قادمة. فموضوع حليب خالي الدسم بيعتمد على شو؟ بيعتمد على نسبة وجود الفات بقلب العلبة واللي رح ناخذها نحن من الملصق الغذائي. طب هذا الحكي لحليب إذا كان الحليب مثلا جاء من مصدر نباتي أو إذا كان جاء من مصدر حيواني. نعم مثلا إذا كثير راح تيجوا تنسألوا إنه طب عم بشرب حليب اللوز، طب عم بشرب حليب البندق، طب يعني هاي أنواع الحليب النباتي، راح نحكي له إنه حتى حليب اللوز حتى حليب البندق يا جماعة هي دهون. ليه؟ لأنه أصلا البندق أصلا اللوز هم عبارة عن شو؟ هم من أنواع المكسرات اللي هم حنشوفهم إنهم بعائلة الفات، إحنا متفقين بعائلة الفات. طب لما أنا أعصرهم، على فكرة صبايا طريقة عملهم مو صعبة أحكيكم عنها على السريع، بتعملوا حليب اللوز، جيبوا اللوز بقشره بس ما يكون مملح، وانقعوه بالمية لمدة 24 ساعة وحطوها بالثلاجة، بعد هيك امسكوه اعصروه بيطلع الحليب، يعني بهاي البساطة بس. تمام، فبس طبعا بتصفوه بدون أي إضافات، عادي بيطلع معاكم الحليب. فعمشان هيك الحليب هذا نسبة وجود الفات فيه زي ما حكينا بتختلف حسب الملصق الغذائي. طب قد ايه بيعطينا سعرات كوب الحليب الواحد السكيم؟ ركزوا اللي هو خالي الدسم رح يعطينا 90 سعرة حرارية. طيب وقليل الدسم رح يعطينا 12 جرام من الكربوهيدرات، 8 جرامات من البروتين، 5 جرامات من الفات، و120 سعرة حرارية. لاحظوا انه كاسة الحليب تفوقت على حص على حبة التوست. يعني هاي من الأشياء اللي أنا بحكيها إنه لأصحاب دايت اللبن والتمر، هو من أشهر الأشياء طلعت ترند، طبعا طالما إحنا بنحكي إحنا بعصر الترند فهاي من أكثر الأشياء اللي طلعت ترند بهاي الفترات، إنه لبن وتمر ولبن وهيك. فأحيانا بحكي لهم إنه أنا ممكن آخذ 6 7 صحون لبن يطلعوا لي ب 3000 سعرة حرارية، اللي أنا ما ممكن آكلهم أو آخذهم لو أخذت وجبات غذائية متوازنة ومعتدلة. هاي من الأشياء اللي كتير بحب إنه أنتوا تنقلوها حتى للناس، خصوصا لما بيكون في عنا جروبات كتيرة عشوائية وبتحكي، حتى يعني هو التغذية علم اللي كل الناس قاعدة بتفتي فيه وبتنقل تجارب شخصية مع الأسف فيه، فدائما بدنا نيجي نحكي إنه لا يا جماعة المعرفة زي ما خبرتكم، المعرفة هي مفتاح الحل، حتى أنتوا تقدروا تقنعوا الكلاين تبعونكم وتعرفوهم إنه لو أنا بدي آخذ لبن وثوم وليمون لمدة شهر، بقول له قد ايه بدكم تاكلوه باليوم بمعدل 6 7
8 حصص لبن، يعني انت هون تجاوزت اصلا السعرات المسموح لك فيها. هاي في حال كان لو فات. طب كيف لو كان كامل الدسم اللي هو اللبن العادي اللي بيكون موجود بالسوبر ماركت؟ لا، انه الحصه الواحده منه عم تعطينا 12 جرام كربوهيدرات، 8 جرامات من البروتين، و8 جرامات من الفات، و150 سعره حراريه. ف يعني كوب اللبن اذا بدنا نيجي نحسبه هو عباره عن حصتين من الخبز، يعني شريحتين توست بيطلعوا 160 سعرة، كوب كحليب كامل الدسم بيطلع 150 سعرة. فشوفوا هذا قديش موضوع الحليب والألبان بيأثر كتير بموضوع الوزن عندنا، فبدنا ندير بالنا بهاي النقطة. طبعا هون هي أغلبها كب كب كب، إلا لما بيكون في عندنا أنواع معينة. وبدي تعرفوا الحليب المنكه والحليب اليوناني لا يصنف من ضمن عائلة الحليب، هي من الأذر كاربوهيدرات، راح تشوفوها بعائلة الأذر كاربوهيدرات. فبس طبعا القصة الواحدة زي ما حكيت لكم اللي هي 240 جرامز بهذا الكوب. هاي الأشياء بحب يعني خلوها عندكم وبصيروا تعطوها أنتم بكرة إن شاء الله للكلاينت تبعونكم، كتير بتساعدهم وبتساعدكم. نيجي إلى عائلة اللحوم. طيب عائلة اللحوم هي من العائلات خلينا نحكي الأكثر جدالاً حول موضوع نزول الوزن وزيادة الوزن وكيف نعطيهم إياه. أول إشي بدنا نعرف إنه اللحوم بجميع أنواعها لا تحتوي على كربوهيدرات أبدا. دائما لما نحكي نحن ميت هون إحنا عم نحكي إما عبارة عن الفيري لين أو اللين أو الميديوم فات أو الهاي فات. وهلأ رح نعرف مين هم أنواع اللحوم أو الدواجن اللي فيهم لين ومين يلي فيهم فيري لين والميديوم والفات. طيب كيف يعني؟ عشان انوه لشغله انه انا بهاي المعلومات طبعا انا ما راح اجي اسالكم لين فات قديش فيها بروتين، هاي الجداول ما راح اجي احكي لكم اعملوا لي دايت بتعملوا فيه، راح يكون هاي الجداول انه قدامكم. هلا مع الخبره ومع تكرار العمليه الحسابيه وعمل الدايتات حتصيروا فاهمين وحافظين، يعني بتكونوا عارفين انه مثلا اذا اخذت الميديوم فات اللي هي هل قديش فيها، حيكون فيها 7 بروتين، اذا اعطيته حصه غذائيه، طب اذا اعطيته حصتين هيك، فحتصير عمليه التدريب عندكم اياها سهله. فانا يعني بس هاي معلومه انه الامتحان بهاي الماده ما بيكون انه نظري، لا الامتحان بهاي الماده بيكون عباره عن تطبيقي، فهاي الارقام هي ملحفظ حتكون قدامكم، رح اسلمكم اياها هلا بجداول، وراح اعطيكم كمان كتاب. انا بيهمني النهايه انه انتم تعرفوا تعملوا دايت، مش تحفظوا هاي الارقام، هي تحصيل حاصل مع الممارسه راح تحفظوها، فما تقلقوا بالنسبه لهذا الموضوع. هاي كانت فاصل يعني. المهم نيجي نكمل على موضوع انواع الميت. الميت في عندنا الفريلين ما فيهم نشويات ابدا، فيهم كلياتهم نفس نسبه البروتين 7 جرام. والسبع جرام هاي وين كمان نحن شفناها؟ شفناها عند موضوع البقوليات، لما حكينا انه الحصة الغذائية الواحدة من البقوليات رح تعطينا 7 جرامات من البروتين، واللي حكينا انه هاي جاية من عائلة الميت، فهي اخذت ال 15 جرام الكربوهيدرات من عائلة النشويات الحصة الغذائية الواحدة منها، واخذت السبع جرامات من عائلة البروتين. طيب والفات، الفات بنزيرو لوان للفريلين الكالوري فيها 35، اللين راح تكون ما فيها برضو كربوهيدرات حتكون 7 في 3 فات ب 55 سعرة حرارية، الميديوم فات اللي هي حتكون البروتين تبعها 7 ب 5 جرامات من الفات ب 75 سعرة حرارية، والهاي فات اللي هم 7 جرامات بروتين 8 جرامات من الفات و 100 جرام 100 سعرة حرارية السيرفينج الواحدة فيهم. طبعا هون أنا قسمت لكم إياهم، هون أنتم شايفين إنه اللين سيلكشنز رح تعطينا 0 كاربس 7 جرامات بروتين، من 0 تو 3 فات 45 سعرة حرارية. شوفوا هون كيف، ليش هون حطينا 45 طيب وبالجدول حطينا 35؟ لأنه هون حكينا فيري لين، فهاي بتصير بتختلف حسب أنواع الأغذية. تمام، فهون الأغذية اللي موجودة هون هي الوان أونص هي 30 جرام 30 جرام، مثلا هون شوفوا الإيج اللي هي البيضة، البيضة الواحدة
فهاي بدي انتو تكونوا طبعا. نرجع نحكي انه هاي الامور كلياتها مع الممارسه وكثره عمل الدايتات بتقدروا انه انتو تكتسبوها. هون لما نيجي نحكي عن الميديوم فات، الميديوم فات طبعا الفيري لين، بدي احكي لكم شغله بين اللين والفيري لين. هون اخذنا 35 و55 وطلعنا ال 45. طبعا الفيري لين هي كتير محدوده وكمان اللين، فاغلب الاشياء او الحميات رح تنعمل. يعني لما نحكي احنا انه في عندنا مثلا صدورة دجاج لحمة منزوعة الدهون، حتلاقوا الا يكون فيها شوي دهون. فلهيك لما نيجي نعمل دايت دائما انا بحسب الميت والفات اللي هم هدول اللي انتم شايفينه، مثلا هاي صدر الدجاج، هاي هي الحصة الغذائية الوحدة منه ماشي، هاي هي الأنصة، هاي هي اللحمة. ليه صدر الدجاج هيك؟ لأنه بتعرفوا الفوليوم تبعه هيك ثك، يعني فيه عرض. تمام. طيب هاي الحصة قديش بتيجي بتعطينا؟ بروح على عائلة الميديم، ما بروح على عائلة اللين. فهاي فيها 75 سعرة حرارية. امتى بتروح على عائلة اللين؟ لما انتوا عم تيجوا عم تحكوا مثلا على البيض، عن الانواع اللحوم اللي هي بتكون شوي صعب حتى توفرها عندنا بالاسواق، بتكون كتير مشفاية. حتى صدورة الدجاج لما بتيجي احنا بنصنفها من الميديم. تمام. فاغلب اللحوم اللي حتتعاملوا معاها، فقط الأسماك التونة هي اللي حتكون من اللين، في بعض الأسماك مثل السالمون لا هي من الميديوم. طبعا الهاي اللي احنا حكينا عنها الهور دوغ، اللحوم يلي عليها أو اللحوم كلياتها المصنعة والمعلبة اللي بدخل فيها التصنيع، تخيل يعني الحصة الغذائية الواحدة منها عم تعطينا 100 سعرة حرارية. طب أنا 100 سعرة بكون أكلت مثلا شريحة توست وانبسطت فيها، يعني كتير السعرات الحرارية. طب نيجي على موضوع انه انا كيف اعلم الكلاينت اللي عندي بموضوع اللحوم. بدي اياكم تحفظوا هاي الصور، احكوا له بكفة الايد، شوفوا هاي كفة الايد بس من جوا هاي الحصة الغذائية اللحمة اللي ما فيها كتير عرض. طب اذا كان فيها عرض هون رح ناخذ مثل هاي الحصة تبعت صدر الدجاج، هاي الحصة. طب اذا انا بدي اعطيه حصتين، فبتكون بحط قد هاي، يعني بقدرها تقريبا بتطلع صدر الدجاج اللي حجمه صغير. الجبنة شوفوا هاي، هذه النوع اللي هو هاي اللي هي رح تعطينا 30 جرام من أنواع الأجبان البيضاء. اللحوم نفس الشيء اللي يطلع مجموعهم 30 جرام، لكن أنا بحب كتير فكرة كفة الإيد لموضوع اللحمة. بعلمهم هاي الصورة، هاي هي الحصة، تخيل هاي تنتين جنب بعض وكل مقدار الدجاج. هاي كتير كتير بتساعدكم، حتى بتساعد الكلاينت تبعونكم بموضوع السعرات الحرارية وبموضوع كمان الالتزام والعملي. كل ما كان الدايت تبعك عملي، كل ما كان قابل للتطبيق، كل ما كان قابل للالتزام أكثر. طيب نيجي نحكي على موضوع الفات. الفات هون رح نيجي على موضوع إيش، نحكي عن النتس اللي هي المكسرات بأنواعها. هون 6، يعني 6 حبات، حبتين، 5 حبات. بنحكي عن مكسرات طبعا هون بأنواع، بنحكي عن مكسرات مختلطة طبعا، طلعوا هون الزيت. هلا رح نحكي عن أنواع الزيوت وهيك. حيكون بموضوع الزيت أو بموضوع عائلة الدهون، بدي أحكي لكم شو يعني مونو أن ساتوريتد فات، وفي عندنا هون بولو أن ساتوريتد فات، وفي عندنا هون ساتوريتد فات بهاي العائلة. طب شو الفرق بين المونو أن ساتوريتد والبولو أن ساتوريتد والمونو بولو والساتوريتد؟ طيب الأول شيء نحكيهم بالعربي، الدهون بتنقسم عنا إلى نوعين، دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. الدهون الغير مشبعة تنقسم عنا إلى مونو أن ساتوريتد، هيها مونو أن ساتوريتد. الآن المونو يعني معناها يعني واحد، أو كيف بدي أحكي لكم، يعني مونو ون، إنه احفظوها بولو يعني عديد، البولي يعني عديد، أما المونو اللي هي الواحد، مونو أن اللي هي أن ساتوريتد غير مشبعة. هاي بتعطينا زيرو فات، زيرو بروتين، 5 جرامات فات، 45 سعرة حرارية. يعني اللي بيجي بيحكوا لك مثلا انه كم سعرة حرارية فيها، قديش بيعطونا الى اخره، فهاي طريقة التقسيم تبعت المونو ان ساتوريتد فات. طب شو بتفرق المونو عن البولو عن الساتوريتد؟ بدنا نعرف انه الدهون المشبعة اللي هي الساتوريتد هي اسوأ انواع الدهون على الصحة، اللي هي مثل الزبدة،
مثل القشطة مثل الكريمة، هدول كتير سيئين. أحسن أنواع الدهون اللي هي بتكون الدهون المونو أن ساتوريتد فات، هي مثل الأفوكادو، مثل الطحينية، مثل المكسرات، مثل زيت الزيتون، تمام، زيت الزيتون، زيت الكينوا، هدول بيكونوا كتير ممتازين. بينما البولو أن ساتوريتد فات، طبعا انتوا ركزوا نفس السعرات، تمام، نفس السعرات، بس احنا هون عم بنقسمهم حسب او عم نقسمهم حسب القيمة الغذائية تبعتهم. هون شو بيكون في عندنا؟ بيكون نفس الشيء، زيرو فات زيرو بروتين، بس 5 جرامات من الفات و45 سعرة حرارية منهم. مثلا دهون غير مشمعة مثل السمنة، مثل الزيت، مثل المايونيز للناس اللي هيك، بس المايونيز الصحي وليس بالسوبر ماركتات. المايونيز الصحي اللي احنا بنعمله بالبيت، وراح اعلمكم طريقته، اللي هو الاغلب اللي بيكون اللايت او الريجولر العادي، بس مش اللي موجود بالسوبر ماركتات تبعنا. فهاي هي انواع الدهون. كمان في عنا يلي هو البولي ساتشوريتد، كمان هاي حاطت لكم انا اكبر قدر ممكن من الاغذية. رح نحكي عن الساتشوريتد. الساتشوريتد اللي هو حكينا الأسوأ أنواعها، طبعا برجع بحكي لكم ركزوا إنه السعرات الحرارية للمونو أن ساتشوريتد والبولو أن ساتشوريتد والساتشوريتد نفس الشيء، زيرو فات، عفوا زيرو كربوهيدرات، زيرو بروتين، لكن 5 جرامات من الفات ب 45 سعرة حرارية. طبعا أغلب أنواع الساتشوريت أو الفات كيف نحن بنقيسها؟ بنقيسهم عن طريق إما كفة اليد، أو عن طريق شو؟ عن طريق التيسبونز اللي هي المعالق المعيارية، ممكن المعلقة الكبيرة أو المعالق الصغيرة، بيكونوا هون حاطين لك مثلا 3 أرباع التيسبونز اللي هي 3 أرباع المعلقة الصغيرة أو المعلقة الكبيرة. فهاي المعالق كمان بتلاقوها بمحلات بيع الأدوات المنزلية يعني، أو بأيكيا أكثرهم دقة صراحة. كبداية لكم كأخصائيين تغذية، كنصيحة إنه جيبوهم مو شرط مرة واحدة إذا البادجت ما بتسمح، بالتدريج. شو حيساعدكم؟ حيساعدكم كتير إنكم تتعلموا وتعلموا طريقة أخذ الأغذية وطريقة أكل هاي الأغذية وعيارها للكلاينت تبعكم. طيب نيجي نحكي على عائلة الأذر كربوهيدرات اللي حكينا عليها قبل. الأذر كربوهيدرات اللي حكينا عليها قبل اللي هي موجودة شو؟ مثل لما نيجي نحكي الهوت شوكليت الريجولار العادي، لما بدي أجي أحكي مثلا الكاندي، لما بدي أجي أحكي عن الكيك، عن بعض أنواع الحلويات. معقولة إنه ولا نوع حلويات ناكل؟ أكيد لا، إحنا فينا نحط الحلويات، حلويات البيت، الكيك، الكوكيز، الوافلز، هدول كلياتهم نحن ما يعني نحن بنظام الحياة أو بأسلوب الحياة الصحي لا نحارب الحلويات، وإنما نحارب طريقة الإعداد، لأنه إحنا فينا نعمل طريقة صحية. مثلا بدل ما أحط سكر بقدر أحط عسل، بدل ما أغرقها بالقطر مثلا. من الأشياء اللي بنعلمها للناس خلال فترة مثلا شهر رمضان المبارك، إنه معقولة ما ناكل مثلا قطايف؟ أكيد لا بناكل قطايف، بس مو ضروري نعملها بالطريقة العادية. أول شيء ما بنحط بقلب الحشوة سكر، نحشيها مثلا الأجبان اللي بدكم إياها، أو بنحشيها الجوز اللي بدكم إياه. ثاني شغلة، بدل ما نقليها بنحطها بالإير فراير أو بنشويها اللي ما عنده الإير فراير. طب خلصت، ما بنغطسها بقلب القطر، نمسك معلقة بنحط عليها القطر، مثلا ممكن نحط معلقة أو معلقتين، شو ما كان مقدارها حيكون. مثلا أنا بحكي بحطه بين معلقتين ل3 معالق إذا كنتوا أنتم من عشاق الحلو كتير كتير، لكن أنا دائما بحط لهم معلقتين. أنا هون شو عملت؟ ما حرمته، أكل نفس الصنف الغذائي اللي أكلوه أهل البيت، لكن بكمية أو بسعرات مقبولة. طب أنا هون كيف بدي أعرف قديش فيهم سعرات وقديش فيهم كيك؟ هون شو بيجي بحكي لك؟ بيجي بحكي لك أول إشي الحصة، إنه تو سمول من مثلا من الكوكيز، او مثلا من الكيك، من الكيك 2 اونصه، او قطعه وثلاث ارباعها مثلا من الكيك، هاي بتحتوي على 30 جرام من الكربوهيدرات. طب اذا كانت من الفروست شو بتحتوي؟ بتحتوي على 30 جرام كربوهيدرات و5 جرامات من الفات. طب كيف بدي احسبها؟ يعني لما بدي اروح على جدول الحسبه كيف؟ السعرات الحراريه تبعتها بتكون بين 60 ل 70 سعره حراريه، فانتوا اعتمدوا ال 70.
يعني مثلا بدي اخذ قطعة كيك السيرفينج الواحدة منها 30 جرام، كيف حسبتها؟ حسبتها بتكون 30 جرام يعني راح تعطيني 15 جرام كربوهيدرات، راح تعطيني 30 جرام كربوهيدرات. ما برجع للجدول، هلا راح افرجيكم الجدول. يعني عندي بقطعة الكيك الواحدة اخذت 30 جرام كربوهيدرات، اخذت 5 جرامات فات ما فيها بروتين ما فيها اي شيء ثاني، يعني هي بس 30 جرام كربوهيدرات 5 جرامات فات. ولما اجي على مقدار السعرات الحرارية راح احطها بين 60 ل 90، فممكن تاخذه كافرج 70 او 90 حسب نوع الحلو. ولهلا راح افرجيكم اياه كمان من مصدر ثاني كيف تحسبوا لهم اياه، لكن تقدروا تعتمدوهم انه مثلا قطعة الكيك بتعطينا 70 سعرة حرارية او 75 سعرة حرارية حسب المكونات اللي عندكم. لما تشوفوا انه الكلاينت اللي عندكم قد ايه شو قاعد بحط مكونات بقلب هاي الكيكة، في ناس تعمل كيكة بلا بيض، طب اذا كان في بقلبها بيض راح احط حصة بروتين. طب في ناس بتعمل زي هيك، هاي الوصفات بالذات بتعتمد على طريقة التحضير. فاحنا لما بنيجي بنحكي انه هي بشكل عام هيك، انه 30 جرام كربوهيدرات 15 جرام فات، لما بنيجي نحسبهم 30 جرام كربوهيدرات يعني هنا حصتين كربوهيدرات، جراء الفات 5 يعني حصة دهون واحدة، عرفتوا كيف؟ حصة دهون مع حصة حصتين نشويات مع حصة دهون اللي تحتيها مثلا اللي هي انفروستد، عندنا اياها 15 جرام من الكربوهيدرات يعني حصة واحدة مع حصة واحدة من ايش؟ من الدهون. هاي كتير كتير مهمة، يعني هاي من أكثر العائلات شوي ممكن تغلبكم، لكن مع الممارسة يعني بيمشي حالها، تقدروا يعني إنكم تتغلبوا على هاي القصة. طيب وآخر عائلة الفري فود. يعني بالفري فود هنا إحنا نحكي عن العائلات يلي فينا إنه ناخدها مثلا ممكن مرتين أو يعني حصة أو حصتين فيها باليوم بدون ما يزيد وزننا، اللي هي مثل الشاي اللي ما فيه سكر، مثل القهوة اللي هي أغلبها بتكون المنبهات العصبية، يلي إحنا ممكن ناخدها بين فصلين لثلاثة، أو بعض أنواع المشروبات يلي بتكون إيش غير محلاة وما فيها ما فيها سكريات، فبنصح يعني بين فصلين لثلاث حصص منها. طيب شو بنتوصل؟ هذا هو صبايا ملخص كل اللي أنا حكيت لكم إياه قبل شوية، هذا هو الجدول اللي أنتوا رح تعتمدوه لحتى ما تضلوا ترجعوا لكل عائلة وتاخذوا منها وتحسبوا لها وتساووا عليها. الستارش أو البريد رح تعطينا 15 جرام من الكربوهيدرات، 3 جرامات من البروتين، الفات حسب شو نوع الفات اللي موجودة فيها، و80 سعرة حرارية. الميت رح تختاروا نوع الميت، الميت ما إما ما فيها كربوهيدرات أبدا أو رح يكون فيها مثلا حصة بروتين، أو إذا حطيتوا لها حصتين رح تنحط هون ضرب اثنين. تمام، الفات زيرو من يعني زيرو بوينت لون، اتفقنا إنه واحد إذا كانت 35 أو 55، أو اتفقنا إنه أغلبهم رح يكونوا هم عبارة عن الميديان يعني اللي هم عبارة عن 75، وكمان رح يكون في عنا الهاي فات اللي هم رح يكونوا عبارة عن 100 سعرة حرارية. الفيجيتابلز في عنا اللي هون قصدهم النون ستارشي فيجيتابلز، 5 سعرات من الكربوهيدرات، 2 بروتين ما فيهم فات رح يعطونا 25 سعرة حرارية. الفروت هي عبارة عن 15 جرامز من الكربوهيدرات ما فيها بروتين ما فيها فات رح تعطينا 60 سعرة. الحليب حسب تقسيماته سكيم أو لو فات أو هول فات رح يكون 12 ب 12 ب 12 ب 8 8 8، وبيختلفوا بنسب الفات إما من 0 to 3 5 أو 8 حسب قد إيه نسبة الفات اللي موجودة هون، حكينا إنها مختلفة حسب قديش بيكون محطوط، ممكن تكون زيرو. نقرأ الليفل تبع الميلك بيعطونا 90 ل 120 ب 150 سعرة حرارية. وأخيرا عائلة الفات ما فيها سعرات حرارية، ما فيها كربوهيدرات ما فيها بروتين
الفات 5 جرام، والكالوري هي عبارة عن 45 سعرة حرارية. هلا يعني هذا ملخص كل شيء نحن حكيناه قبل بالسلايدات. طيب إذا إحنا بدنا نطبق هذا الموضوع بالأرقام، كيف بدنا نسوي هذا الشيء؟ إنه إحنا بنبلش نمسك الحصص الغذائية، صرنا عارفينها من كل منتج غذائي الحصص الغذائية. مثلا بدي أعطيه حصتين غذائيات، بدي أعطيه مثلا رغيفين، شو بدي أعمل؟ بدي أضرب ضرب 2، يعني هون رح يصير في عندي بدال 15 رح يصير في عندي 30، بدال 3 2 هون حسب، هون حكينا إنه 80 ضرب 2 60. جيت على الميديوم فات ما فيها كربوهيدرات، بدي أعطيه حصتين، رح أحكي 7 ضرب 2 14. الفات مثلا 5 ضرب 2 رح يعطيني 10 سعرات حرارية، والكالوري رح تنعطى على 75. هاي المعلومات هي حتكون كتير يعني مهمة، إنه إحنا نقدر نصنف ونعرف الحصص الغذائية. نحن هون هيك أسسنا القاعدة الأساسية للأغذية، وعرفنا كيف نحول هاي الأغذية، كل صنف غذائي كيف بدنا نحوله لإيش، لا يعني أو كيف هاي الأرقام نحولها نحن هلأ لأصناف غذائية. كل صنف غذائي ما يعني إيش علاقته هو بالأرقام، نحن قدرنا نربطه من خلال الاكستشينج ليست ونتعرف عليه. هلا كتطبيق عملي ان شاء الله رح يكون بالليكتشرز الجايه، بس حابه اشارك معاكم اخر شغله قبل ما ننهي هاي المحاضره. اللي هي الأكلات العربية، طبعا هذا الكتاب أنا رح أعطيكم إياه، موجود هون فيه كل شيء باللغة العربية، وموجود كمان فيه باللغة الإنجليزية، حتى النشويات تحتوي عليه، يعني الأذر كربوهيدرات هتلاقوها هون. حابة أحكي لكم عن هاي موضوع الكيك، هو عبارة عن حصة نشويات، قصة دهون، هذا للي شوي عنده مشكلة باللغة الإنجليزية، بتوقع هذا الكتاب رح يفيدكم، رح أبعث لكم إياه أكيد بعد هاي المحاضرة. بس حابة أشارك معاكم موضوع الأكلات العربية. مثلا لما نيجي ما بعرف يعني نحكي عن الجميد واللبن الرايب، كيف بدنا نحسبهم؟ الكبسة المقلوبة، مقلوبة البطاطا، مقلوبة البتنجان، يعني حسب انتو من اي دولة عم تيجوا، فكيف احنا رح نيجي نحسبها؟ فبيجي بحكي ان هي نصف كوب بالنسبة للحصة الغذائية، في حال اخذتي مثلا مقلوبة بتنجان حطوا نصف كوب من الرز مع 30 جرام لحمة او دجاج، فهون عبارة عن 1 نشويات، يعني حصة من عائلة النشويات مع حصة من اللحوم المتوسطة مع 1 دهون، يعني 1 starch مع 1 meat اللي هي medium meat مع 1 fat. عرفتوا؟ هاي بالنسبة للأكلات. لما نروح مثلا على محشي البتنجان، على العرايس، على الزهرة، هيها فطاير السبانخ في الحب الوحدة اللي هي المتوسطة 90، حيكون 2 نشويات مع 1 دهون. هذا الكتاب حيكون قدامكم لحتى تطلعوا عليه إن شاء الله، وموجود هاي النسخة منه بالإنجليش إذا حبيتوا كمان، إذا تعودتوا حسب أنتم شو اللي بتتعودوا أنكم تستخدموه، اللي بالنسخة العربية أو بالنسخة الإنجليزية كمان رح أرسلكم إياه. بتمنى أنكم تطلعوا عليه منيح لحتى نقدر نحن إن شاء الله بالمحاضرة القادمة إنه نحن نلخص كل شيء نحن حكيناه أو كل شيء تعرفنا عليه خلال هاي المحاضرة، نقدر إنه إحنا نطبقه عملي ونبدأ نعمله بهاي البيتات. شكرا كثير لكم، شكرا لاستماعكم، بشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة، ويعطيكم ألف عافية يا رب.